السلام عليكم شادي. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا بالدكتور، كيفك؟ أرضى عليك، الصوت واضح؟ الصوت تمام دكتور والسلايد فاتح تمام الحمد 100%. لله رب العالمين، آسفين على التأخير، صار سوء في لا دكتور، الباسوردز والخبصة صار عندنا اليوم. الله يعطيك ألف عافية. يلا ننتظر الطلاب الله بعافية يعين. خير. الله يا دكتور، الله يسعدك، أرضى عليك، تسلم. إن شاء الله هسه بدخل، إن شاء الله هسه إن شاء الله، عجل كمان دقيقتين المحاضرة إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور. الله يسعدك. بعدين السلام عليكم. الصوت واضح، الأمور واضحة إن شاء الله. الشباب بدوا يدخلوا. صوت واضح حبايبي، سعد شادي، صفوان عبد الرحمن. دكتور موجود 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 دكتور، واضح الصوت واضح ان شاء الله. بسم الله. نعتذر حبايبي على التأخير تبع المحاضرة لأسباب تقنية، والشباب تدخل قاعدة. نبدأ محاضرتنا، حكينا أنه في متطلبات في إجراء المكافحة الكيميائية باستعمال مبيدات. مين ما حضرش المحاضرة الماضية من الشباب اللي حاضر الآن؟ الكل كان حاضر؟ في حدا من الشباب ما كانش حاضر المحاضرة الماضية؟ أنا أول محاضرة يا دكتور. مين؟ عبد الرحمن. دكتور أنا ما حضرت، يعني ما كنت مسجل، ما تجديد سجل. إن شاء الله إن شاء الله.
خلينا نعمل مراجعة بسيطة للكورس. احنا الكورس تبعنا ان شاء الله حول مبادئ المبيدات principles of pesticides، مرينا في السيلبس تبع المادة، راح ناخذ تعريف المبيد، تصنيف المبيد حسب الآفة والتركيب والدخول للجسم، صور تجهيزات المبيدات ومعايير آلات الرش. الله أكبر الله أكبر. المبيدات الحشرية وهي تابعة لعدة مجاميع، خمس مجاميع رئيسية للكرومية الفوسفورية والكربوناتية والبيروبودية، وفي مجموعة خامسة هي المبيدات من مجاميع أخرى. راح ندخل على مبيدات الحلم والعناكب والديدان والتعبانية النيماتود، ندخل بمبيدات القوارض الرخويات والمبيدات القطرية، وننهي الفصل إن شاء الله في بمبيدات الأعشاب. عرفنا المبيد إنه بالإنجليزي إنه بيستساعد، ما مقصود في يعني قاتل للآفة، والآفة بشكل عام تعني مخرب أو كائن ضار، أي كائن ضار كان حيوان نبات أمراض فيروسات. تعريفها المبيد أي مادة إن كانت طبيعية أو كيميائية أو خلاط بين المواد الطبيعية والكيميائية، تستعمل لعدة غايات، هي إنه نخفف عدد الآفات بحيث ما توصلش للضرر عن طريق قتلها، منعها من الوصول أو طردها. عرفت الفاو Food and Agriculture Organization، منظمة الأغذية والصحة، الصحة منظمة الأغذية والزراعة، المبيدات على أنها كل مادة موجهة للوقاية، تخريب أو ردع أو محاربة كل العناصر الضارة سواء كانت نباتات أو حشرات. إذا عندي أي عنصر ضار كان نبات حشرات أي كان، بعمل على بهاجم محاصيلنا، بهاجم ملابس، بهاجم أي شيء إحنا نحتفظ فيه أو بهمنا خلال عمليات التخزين أو النقل أو توزيع هذه المواد إن كانت بدائية أو للعلاف. عندنا في شروط يعني لابد متوفرة في الكيميائي الناجح. هاي مراجعة سريعة حبايبي، أي شيء أي سؤال أي استفسار بتحكوا لي إياه، والمحاضرة تم تسجيلها الأولى، بس أنا بنحكي للشباب اللي ما قدرتش في البداية المحاضرة الأولى. يعني المكافحة عندنا عدة طرق المكافحة، مكافحة كيميائية، مكافحة بالطرق الزراعية، ومكافحة بيولوجية. الآن لما نحكي عن مكافحة كيميائية بنحكي إنه استخدام مواد كيميائية ضد الآفات، بتكون هاي آخر السلاح يمكن استخدامه من طرق المكافحة في تقليل أعداد الآفة، لأنه عندنا الطرق الطبيعية، الطرق الزراعية، الطرق الآمنة بيئية بتكون أولوية لنا. إذا ما نجحت هاي العمليات الزراعية وطرق المكافحة الأخرى غير الكيميائية بنستخدم المواد الكيميائية. مبيد الكيميائي، مبيد الآفات الكيميائية عبارة عن مادة كيميائية تعامل منفردة أو مخلوطة، لأن راح نأخذ في مواد كيميائية ونحط لها إضافات أو نخلط المواد الكيميائية مع بعض. في شباب بيحكي المادة موجودة على المنصة ولا لا، إن شاء الله بعد ما ننهي هاي المحاضرة بنزلكم المحاضرة الأولى كاملة والثانية على المنصة. الآن المبيد الكيميائي المقصود فيه المبيد الكيميائي المقصود في مادة كيميائية تعامل منفردة ومخلوطة، حكينا نعمل في خلاط من المبيدات أو تخلط مواد مساعدة المادة الكيميائية الفعالة لزيادة فعاليتها مع مواد أخرى بغرض حكينا قتل أو منع أو إبعاد أو تقليل الضرر الآخر في مجال. هناك شروط يجب توفرها في المبيد الكيميائي الناجح، حيحتفظوها زي اسمكم لأنه راح تفيدكم الحياة العملية، لأنه متختار مبيد كيميائي يكون عندي مواصفات معينة. أول شيء إنه يكون فعال ضد الآفة المستهدفة، ما يكونش عام، ما يكونش مش فعال وبتركيز منخفض، يكون سهل الاستعمال ذو تكلفة اقتصادية معقولة، تكون مخلفاته على المادة الغذائية في الحدود الآمنة اللي هي مكلفات اللي هي مثلا ريزيدوز بقايا المتبقيات اللي المبيد بعد الرش
على المادة الغذائية اللي بيتناولها، وتكون يعني مفيد بعد ما بشره بتنتهي فعاليته في فترة معينة، وتكون المتبقيات بعد عند الحصاد تكون غير مؤذية للإنسان والبيئة. أن يكون هذا المبيد ما بيأثر على صحة المستهلك أو حيوان المزرعة وكمية الحية النافعة والانتباعات الحيوية وطيور الأسماك. بنحكي على الـ يعني الـ hazards تبع المبيد، التأثيرات البيئية والتأثيرات على الإنسان، كمان يكونش مؤثر ويكون ضار على التربة الزراعية وكمية الحية النافعة. نحكي على علم المبيدات كعلم، هو علم يتطلب امتلاك معلومات واسعة في مجالات علمية متعددة. حكينا انه تشتغل في المبيدات بده تتضافر في جهود باحثين من عدة اختصاصات، مثل التوكسيكولوجي هو علم السموم، خصوصا علم السموم الزراعي. بده يكون ملم في الحشرات، انا بدي مثلا بدي اقاوم حشرات، بدي اكون عارف انه ايش الحشرات الاقتصادية، الحشرات الطبية، ايش اهميتها، انواعها. لذلك بدي أشوف سمية المواد على هاي، يعني أنا بدي أعرف الكائن، يعني بدي أقاوم ممكن هو حشرة أو مرض أو نبات، مثلا أين أعشاب أو ذرات. وكمان بدي أعرف البيوكيمستري والأورجانيك كيمستري، يكون عندي ملم في هاي المواضيع. من البيوكيمستري بدي أشوف أنا هذا المبيد مصيره أو داخل الجسم كيف بتحلل، كيف بوصل للموقع اللي بده يقبل فيه، كان عم بيوصل للاعصاب يعمل شلل، او يكون مثلا بيدخل المعده يخترق قذف المعده او ملامسه. هاي كثير من العمليات وكثير من التحطيمات بدها تكون في المبيد، كيف بده يتخلص من الجسم اذا كان في مقاومه لحشره معينه لمبيد معين. بتكون مثلا طريقه ايش الاليه تبعته، بتكون عندي معرفه في الكيمياء الحياتيه. تصنيع المبيدات بشكل عام بيعتمد كثير على الكيمياء العضوية، لأنه غالبية المبيدات هي مبيدات عضوية. حكينا عن لمحة تاريخية وأهمية، يعني من إمتى كان التعامل في الوقاية أو مكافحة الآفات من مبيدات الزرنيخ، ودخلنا لمستخلصات الأوتوماتية مثل النيكوتين، ونستخدم أخضر باريس وباريس الجريل في 1900، وعندنا في 1885 استعمل ميزيش بوردو، في عندنا في 1913 حكينا عن كمبيوتات النحاس دخلت. غالبية حكينا أشرنا إنه أهم فترة من الفترات اللي كانت بحاجة إلى وجود مواد كيميائية تساعد على الإبداع الزراعي والوقاية أو معالجة الحشرات والأمراض اللي بتصيب الزراعة، ومقاومة المواقع الحشرية والحيوانية اللي كانت تنقل منها الأوبئة، كان في بعد الحرب العالمية الأولى حيث صار هناك دمار شامل في كثير من المدن والمناطق الزراعية، وأصبح هناك أوبئة منتشرة جدا. نعرف احنا شبكات الخدمات الصحية والأمور زي هاي في حرب الحرب بتكون مكسرة، الأوبئة بتزيد، الجذاب بتدخل الأمراض، يعني حشرات تدخل الأمراض، الوصول إلى حلول الأوبئة اللي انتشرت كانت على الإنسان أو الأوبئة على النبات، كان بالضرورة أن يكون عنده مساعدة ينتبه بمواد الكيميائية هاي في الحد منها. وهذه الفترة فترة ازدهار كانت للكيمويات من عام 1939 فما فوق. حكينا كمان انه في بعد مرور الزمن انا لا كنت بحاجه الى اي ماده كيميائيه تساعدني في خط عدد الافه، وكانت هاي الغايه تبعتي للوصول هذه الغايه وضروره اوجد ماده كيميائيه. كان هناك بعض النقاط اللي ما تأخذ في الاعتبار، مثل سمية هذه المواد على الإنسان والبيئة وتلوث البيئة، لأنه كان مضطر إنه يستخدم أي شيء الإنسان في تلك الظروف مشان يخلص. لكن مع تطور بعد نهاية الحرب العالمية والحياة تطورت والأساليب التكنولوجية تطورت، والإنسان صار
ينظر إلى الجانب الصحي والبيئي أكثر، يعني الإنسان يكون مرتاح، يصير يطلع على الرفاهية والأمور الأخرى، لذلك صار يبدأ لصحته، صار يبدأ لبيئته، لذلك أصبح هناك تطور في البلدان. حكينا مثلا في البداية كانت أن المبيدات الكلونية العضوية وهي مبيدات خدمة البشرية في فترة الأربعينات والخمسينات من الأوبئة والحفاظ على المزروعات والحفاظ على الممتلكات، لأنها كانت قوية جدا، لكن لها تأثير كان سام جدا، كان تأثيرها سام جدا بحيث أنه التخلص من هذه المبيدات هاي تضلها في البيئة ما بتتحطم، يعني ضلها فعال في البيئة ما تتحطم إلى عشرات السنين 50 و100 سنة. تطورت أجينا على بعديها الأورجان فوسفوراس، بعدين الكربامات كانت أفضل من ناحية الفعالية ومطبقية وتحطم أفضل، حتى تأخرت لغاية 1970 واكتشاف يعني البيرثرويس. هي البيرثرويس أصلها نباتي من نبات البيرثروم أو الكويزر، تمام. قدروا صنعوا هذه المادة الفعالة النباتية الطبيعية في 1970، واكتشفت فعاليتها للحشرات وأصبحت تصنع. بعد ذلك أصبح عندنا أنتي بايوتكس، صار عندنا مبيدات جرثومية مثل الباسيلس وكبكتيريا وكفطريات عند البلغاريا والبرتسيليو. وإن الجهود المبذولة لإيجاد مبيدات كيميائية تمتاز بالفعالية المنطقية وعدم التأثير على البيئة ستبقى مستمرة، طالما هناك محفز للشركات المنتجة كل حاجة ملحة لمكافحة الآفات. في نفس الوقت هناك ضغط عام من قبل المهتمين بالبيئة لإيجاد مبيدات ذات تأثيرات سلبية محدودة أو معدودة. الآن عندنا شركات وعندنا متطلبات، المحفز تبع الشركات للتطوير هو وعي المواطن والحفاظ على البيئة. تضل الشركة تطلع مواد واحنا في المقابل بصير نقيسها حفاظها على البيئة، وبدنا مبيدات افضل بيئتنا وتكون فعاليتها عالية. هاي المعادلة بتخلي الشركات دائما في تطور دائم وانتاج مواد افضل. برينا الحجم العالمي لسوق المبيدات، حكينا توسع في الحرب العالمية الأولى والثانية، ودخلنا على الكرونيت هيدروكربونز، بعدين لحقة الأورجان فوسفورس، بعدين الكربامينس أو الكربامينت، والإفراط أن كثير من المبيدات خسرناها لأنه البيت بعد سنوات كثيرة، يعني من 10 إلى 20 سنة حتى يطلعوا لك مادة فعالة لمبيد معين، ممكن تخسرها بالاستخدام الخاطئ. كيف الاستخدام الخاطئ؟ إنه أنا أظني أرش نفس المبيد على نفس الآفة على نفس المحصول متكرر وأعتمد عليه لحاله، تصير عندي إيش مقاومة في الآفة. اليوم قتلني 98% من هناك على حشرات الموجودة عندي 98% جاني قتل، ال 2% بتكون عندها صفات وراثية مقاومة، هاي 2% ترجع تتكاثر ويوم درش مرة ثانية بصير نسبة القتل أقل بكثير. بعد شوي بلاقي إنه أنا خسرت المبيد لأنه بطل له فعالية. وكمان يعني الصفات غير مرغوب فيها مثل تحللها في البيئة وانتقالها بنفس السلسلة الغذائية واحتمال تصبها لأمراض مزمنة، هذه الأسباب أدت إنه النظر لاستنباط مركبات أكثر ملائمة. دخلت عنا البيرثرويدز، دخلت عنا يعني المبيدات الجرثومية والمبيدات الأقرب إلى الصحة وأقرب إلى محافظة على البيئة. نيجي على متطلبات إجراء المكافحة الكيميائية باستعمال المبيدات. انهينا في محاضرتنا السابقة هون، دخلنا إنه بدنا مبيد آمن واقتصادي بقل تأثيرات الجانبية. هاي نقاط ما نوصل لها إلا بالأسلوب العلمي. نبدأ محاضرة اليوم، أحد المتطلبات الرئيسية هو تحديد مستويات ضرر الاقتصاد للآفة الغولي إيكونومي. هين مر عليه الحد الاقتصادي، بدأنا إنه الحد الاقتصادي حلاج إيش أهميته وشو مر علينا، سبب مين حاضر معنا؟ نعم دكتور، صحيح. الحد الاقتصادي يعني هو لما تكون الآفة في يعني عاملة ضرر على المزروعات بحيث أنه يعني يكون الضرر كبير، يعني للضرر كبير من ناحية مكافأة. أنا عندي ضرر
كبير، هل يستحق المكافحة أم لا يستحق المكافحة وليش؟ دكتور يمكن تفضل دكتور، يمكن حسب القيمة المادية للمحصول بعد القطاف يعني. كيف؟ مزبوط كمل. انه هل اذا كافحنا استخدمنا المبيدات او كافحنا الآفة، هل قيمة المحصول الناتج عندنا بعد المكافحة بتغطي هاي الأضرار ولا لا؟ بتغطي التكاليف، التكاليف اللي بصرفها المكافحة. ممتاز جدا. الآن كثير من الدول النامية تعامل يعني قد تعامل مساحات شاسعة بمبيدات كمية قبل إجراء أي تقليل تخدير الضرر، إن الاستخدام السيء أو غير الأمثل للمبيد، وما أنا بدي أعمل أجندة تايم تيبلز للمبيد، خلاص أنا بدي رش كل أسبوع مرة أو مرتين، خلاص هذا برنامج يعني رش المبرمج بدي أسميها. أنت عليك في آفة، فيش آفة بدي رش للمزارع خايب، لكن هذا مش عذر، لأنه هاي الرش في عدم وجود الآفة شو السبب منها؟ يعني تكلفة مادية عالية، كثرة المبيدات عالية جدا، وأنا بدور على كإنتاج عدة نواحي، بدي إنتاج اقتصادي. إذا أنا ما كنتش أنا متحكم في مدخلات الإنتاج اللي كان مبيدات وأسمد أمور زي هيك واستخدمتها بأسلوب جيد، راح تكون فاتورتي عالية، بس بطولة لا، راح يقدر ممكن أخسر المحصول يعني قيمة كعامل اقتصادي، أخسر لأنه أنا تكلفة مدخلات الإنتاج عندي عالية والإنتاج ما بجود بيجيب ليش هالسعر الموجود. فعلى كل الحالات أنا بدور على إن أنا أنتج محصول سليم جيد بأقل تكلفة، هي الاقتصاد تبعنا. لذلك إذا أنا بدي أرش على طالع وعم نازل، موجود الآفة مش موجود الآفة، إذا دخلت على موضوع اقتصادي سيء. هذا واحد. اثنين، تقليل الأضرار البيئية. مرات تفضل. مرات يا دكتور الاستخدام الخاطئ للمبيدات ممكن، أو الجهل المزارعين بالاستخدام. ما هو أنا جهل بالاستخدام والاستخدام الخاطئ. جهل بالاستخدام إنه أنا مثلا بحط مادة كيموية يعني مبيد فطري عندي والآفة حشرية وبأثر الشيء، هذا اسمه جهل. سوء الاستخدام إشي ثاني. سوء الاستخدام إنه أنا استخدم المبيد والآفة مش موجودة، يعني أسأت استخدامه لأنه مش ضروري. وسوء الاستخدام بيكون يعني على الطالع وعلى النازل بدي أرش، بدي أرش، هذا سوء استخدام. وكمان سوء الاستخدام لما أكون أنا بدي أعتمد على نفس المبيد عدة مرات وأعتمد عليه لحاله، بصير عندي الآفة مقاومة للمبيد، هو ترشه بقول لك كمان يعني خلاص بطل، أنت بتأخذ حبة دواء اليوم بكرة بتأخذ حبتين ثلاثة، بصير بعدين عشر حبات ما يجاوبنش المبيد، بطل يجاوب في الحفل الحقيقي. لذلك إحنا بنعتمد إيش اسمه تحديد مستوى الضرر الاقتصادي اللي هو الإكرمك الثريشولد. في عنا هذا الإكرمك الثريشولد هو الحد الحرج الاقتصادي اللي أنا إذا تعدت أعداد الآفة أو الضرر تعدى هذا الحد، فهو عملية المكافحة تكون ليس لها جدوى. زي ما تفضل زميلكم، القيمة اللي أنا بتأخذها من المحصول ما بتغطيش تكاليف المبيد. يعني أنا إذا بدي أرش هسه، فهمت علي كيف؟ بده يكلفني 1000 دينار، وإذا يعني هيت المشكلة هسه بالألف دينار ما راح يجي لي 500 دينار من المحصول، يعني المحصول متدمر من الأساس، ما مش قادر ألحقه. فهمت علي كيف؟ بدي أرش ورشيت، ولما رشيت أنا متعرض لخسارة، إذا رشيت بطل بتعرض لخسارة بزيادة، لأنه بحط ثمن مبيد مش راح أحصل المدفوع في على المبيد. لذلك أنا بدي أكافح قبل ما توصل للآفة إلى الحد الحرج الاقتصادي، يعني ما سيبش الأمور توصل لهذا الحد. لكن هذا له يعني، وكمان الآن لما نيجي يعني فيها نقطة أن الحشرات الناقلة للفيروسات الضرر الاقتصادي تبعها مش بعددها، يعني خلنا نحكي ذبابة بيضة في أول شهرين بتكون نبات حساس زي البندورة يعني الإصابة بالفيروس، مجرد وجود الحشرة الضرر مش جاي من تغذية الحشرة، جاي من نقل الفيروس، والفيروس إذا انتقل بده يشل النبات، بخسر النبتة كاملة. لذلك الحد الحرج الاقتصادي كأعداد وضرر لا يطبق فعليا، انت كيف في النواقل الحشرية للأمراض،
ثامين عليه، لأنه بكون عندي وجود الآفي وجود ضرر ومجرد وجود ذا كاف. دباب بيض لقيته في بيت بندورة في فترات الأول، يعني فترة النمو الأولى، أول شهر أول شهرين في ذا كاف الحال، أو بسميه الحد الحرج الاقتصادي تبعها متدني، لأنه أي أعداد بتضرني. الآن نيجي نحكي طب إيش بيجي قبل الحد الحرج الاقتصادي؟ في إشي اسمه عتبة اقتصادية، وفي إشي اسمه تبعت الجنرال إكوبيليوم اللي هو حالة التوازن. أول إشي بيجي عندي مثلا أعداد من الحشرات، وهذه الأعداد من الحشرات بتعمل لي مقاسة في ضرر معين، يعني أنا بعرف هاي الضرر تبعها قديش بيعمل لي. خلينا نحكي آفي من الآفات، في عندي 10 حشرات في البيت البلاستيك، ولكن هاي لا تؤثر، إذا أنا في حد التوازن. بس ارتفعت الأعداد إلى 100 حشرة في البيت البلاستيك، هون بنسميه مثلا هاي العتب الاقتصادي. نحكي العتب الاقتصادي هنا النقطة اللي أنا لازم أعمل إجراء في تقليل أعداد الآفي، لأنه إذا زادت الأعداد هاي قد تصل إلى الحد الحرج الاقتصادي اللي هو لا رجعة عنه من الضرر. فاهمين حبايبي؟ المسافة بين الحد الحرج والحد العتب الاقتصادي والحد الحرج الاقتصادي هي مسافة الأكشن الفعل، لازم أقلل أعداد الضرر. هنا بشتغل، هنا عملي، بستخدم جميع الطرق الزراعية الفيزيائية بيجيكو الكنترول، لما توصل عندي أعداد معينة من الحشرة هنا صار يوجد عندي ضرر ملموس. أنت عليك كيف؟ بتطلق في عندي ضرر ملموس، لازم أنا أخفف أعداد الحشرة. إذا ارتفعت عن هذا المستوى راح تصل لي لحد الحرج الاقتصادي اللي هو لا يوجد فيه مجال للأكل. إذا أنا بعمل أي عمليات مكافحة عندما تصل عدد الآفي إلى العتب الاقتصادي الإيكونومي ثريشولد، لكي لا يعني لخفف عدد الآفي وعدم وجودها أو وصولها إلى المستوى الضرر الاقتصادي. تكافح الآفي عندما تصل الكثافة العدّية لمستوى الحد الاقتصادي من حد اللي تتساوى فيه المبالغ الناتجة عن زيادة الحاصل بسبب المكافحة مع المبالغ المصروفة. زي ما تفضل زميلكم صارت عندي تساوي، إذا تعدت يعني الإيكونوميك ثريشولد هو الحد الفاصل، أنا راح أكافح بألف دينار راح يجيني ألف دينار، إذا تعدت هيك صارت المكافحة تكلفة أعلى من المنتوج تبعي. إذا أنا قبل هيك وصلت عندي العتبة الاقتصادية بحاول إني أشتغل. بس أنا بقول لك إنسان اللي بطلع برا السوق هاي الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك حبيبي. الآن تكافح الآفي عندما تصل الكثافة العدّية لمستوى الحد الاقتصادي من الحد الذي تسوى فيه المبالغ الناتجة عن زيادة الحاصل بسبب المكافحة مع المبالغ المصروفة في المكافحة، تعرف بالحد الحرج الاقتصادي. الخطأ الشائع وقيام مزارع بتكرار المكافحة بدون مبرر، وذلك لأنه شباب ستسكرون المايكات على بعضكم إذا ما في سؤال. الخطأ الشائع هو قيام المزارعين بتكرار المكافحة بدون مبرر، وذلك لأنه عصام عصام سكر المايك حبيبي، انت تسويش علينا حبيبي. دكتور الصوت ضعيف دكتور. صوت عند الكل ضعيف ولا عندك لحالك كيف الشباب يعني؟ دكتور في وشوشة. لا والله ضعيف دكتور، ضعيف. في تشويش دكتور على الصوت. لا بسيط نحاول. لا صوت واضح تماما، يمكن في عند كنت لازم تنزل الصفحة وتفتحها مرة ثانية. الصوت واضح جدا. بنعالجها إن شاء الله في الحضور. الآن الخطأ الشائع هو قيام المزارعين بتكرار المكافحة بدون مبرر، لأنه يفضل المزارع أن يكون الحقل تبعه خالي من الآفة. هذا الإجراء يعد خطيئة به وضار اقتصادي. نيجي على مثال صغير، المزارع عندما يتخلص من المكافحة الأولية من 90% من الكثافة العدلية للآفة له ما يبرره يكون مردود اقتصادي مجزي. أنا رشيت 90% من الآفة راح، لكن ضلت 10%
الكتاب العددي المتبقي. اوكي رشيت مره ثانيه نفس التكاليف المكافحه الاولى، بتتحمل الخساره الموجوده يحصل عليهم في المكافحه الاضافيه الاديشن كنترول، سيكون اقل بكثير من صرف المكافحه الاضافه الى ازاله الكائن البيئي بعد خطا بيئيا كبيرا، خاصه اذا كان هناك امانه بمبدا المكافحه الحيويه. يعني انا اول مره رشيت 90% خلاص كافي، يعني الرش الثاني لازم انهي على الحشرات الموجوده وهي ظلت 10%. صام خرافش الرجاء يعني تنتبه للمايك تبعك بفتح وشوش عليه. فهمت النقطة يا حبيبي انه انا برش قاعد 90% كنترول بصير عندي في اول رشة، والرشة الثانية ما لهاش داعي لان راح نفس التكلفة احطها ما احصلش الى 10%، بصير انه انا الرشة الثانية عندي خسارة. وكمان انه تكون عندي مثلا في البيئة مش ضروري يعني اكون اتخلص من جميع الحشرات الموجودة، النبات بتحمل الكائنات النافعة بدها حشرات كمية من الحشرات الموجودة مشان تتغذى عليها. لذلك أنا رأيت مش أنا إبادة، ما في شيء اسمه مبدأ إبادة للحشرات، أنا عندي مبدأ إنه العدد الموجود ما يسبب لي ضرر الحصار. حسنا بما دخلنا على تصنيف المبيدات بس سيستي كلاسيفيكيشن، الآن تم تصنيف المبيدات تحت ثلاث فئات حسب إيش بتسبب ضرر الإنسان. يعني فئة أولى وفئة ثانية وفئة ثالثة. الفئة الأولى نسميها دينجر أو خطر، الفئة الثانية هي تنبيه أو تحذير وورنينج، وفئة ثالثة احتراز كورشن. هذول دينجر وورنينج كورشن كل علبة مبيدات أو حتى مادة كيميائية فهمت عليك بتكون موجودة عليها، وهذا يعني كانت مادة خطرة أو لازم يكون متوخى الحذر أو يكون محترس. كل واحدة لها صفات راح ندخل فيها. مبيدات الفئة الأولى من أكثر مبيدات سمية أو خطرا، استعمالها بشكل عام مقيم دائما هي خطرة جدا. مبيدات الفئة الثالثة إلى آخر واحد هي أقل سمية، في فئة رابعة وكذا، لكن إحنا نحكي أولى ثانية ثالثة، الثالثة والرابعة مع بعض. الثالثة هي أقل سمية للإنسان بشكل عام وأقل ضرر. توضع شروط أساسية مختلفة سواء ما كان منها بشأن بطاقة عبوث المبيد أو شروط تنظيمية لكل فئة، يعني كل واحدة من الفئات فيها لها شروط ولازم تكون عبوث المبيد محطوط عليها، مثل شروط أساسية تتعلق باستخدام أنظمة الخلق المغلق. يعني أنا عندي مبيد سام جدا، مش بس بقعد أدير فيه بدي ومنزل هيك، بكون حتى الخلق تبعها فهمت عليك بدون تعرض إلى المادة مغلق كامل بطرق معينة. يعني إذا تسمح باستخدام امتلاك بعض المبيدات تزيد من المسافات بين مناطق التطبيق والمناطق المستهدفة. نيجي على مبيدات الفئة الأولى اللي هي مبيدات الخطر اللي هي Danger Pesticides أو Pesticide Category 1. تقدر الجرعة القاتلة النسبية عن طريق الكم لمبيدات الفئة الأولى بحوالي 50 ملي جرام كيلو جرام أو أقل، أما الجرعة القاتلة النسبية عن طريق الجلد تقدر بحوالي 200 ملي جرام أو أقل. إيش يعني الجرعة النسبية القاتلة؟ شباب هذا بيعرف الجرعة النسبية القاتلة اللي LD50 شو بتعطيه شو معناها؟ ما لا عليها. والله يا دكتور أول مرة أسمع بيها. شباب تاني أتوقع الملامس يا دكتور؟ شيء اسمه LD50 اللي هو جرعة قاتلة نسبية. والله دكتور بعد إنك سؤال عاد سؤال دكتور. ماذا يقصد في الجرعة القاتلة النسبية LD50 إن كانت عن طريق الفم أو عن طريق الجلد أو عن طريق التنفس؟ جهازي ولا لا دكتور عن طريق الفم؟ مبيد اللي هو المبيد مبيد مبيد جهازي دكتور، جهازي عن طريق الملامسة مظبوط؟ ملامسة يلا خلص نشرح. لا معلوماتكم خاطئة، الـ LD50 هي الجرعة القاتلة لنصف تستطيع نصف الكائنات الحية الموجهة إلى المبيد. يعني رشيت أنا على الإنسان في جرعة معينة فهمت كيف، مثلا عن طريق الفم إذا تناولها أعطينا 100 شخص هذا المبيد بجرعة معينة عن طريق الفم اللي هي مثلا عن طريق الفم أوكي تقتل 50% منه فهمت علي؟ تقتل 50% من الكائنات الحية تحت التجربة. الجرعة القاتلة عن طريق الفم
وهم بيستخدموها غالبيتها الـ LP50 بيكون في عندك إقران تجارب للألبينو في إطار الأبيض، فهمت علي كيف؟ ممكن مثلا في الجرعة القاتلة المصرية لبراد ألبينو بيكون الفأر الأبيض بيكون فأر التجارب، هذه القدرة الجرعة الكمية هاي إذا أخذها عن طريق الفم تقتل 50% من الكائنات اللي تحت القدرة. هنا الجرعة القاتلة بالنسبة للمبيدات المثلية الأولى هي مبيدات الخطر 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام، يعني أنا وزني مثلا على سبيل المثال 50 كيلو، تمام؟ 50 كيلو أنا وزني، كل كيلو من عندي بدي أحط له 50 ميلي جرام، فهمت علي كيف؟ وأضربه من 50 بصير عندي 2500 ميلي جرام، هذه تقتل الكائنات. إذا كانت عن طريق الجلد يعني عن طريق الفم توصل للدم أسرع، فهمت علي كيف؟ عن طريق المعدة، لكن عن طريق الجلد بدها كميات أكبر، بتكون 200 ميلي جرام، 200 ميلي جرام لكل كيلو جرام من تومي الجسم. تظهر كلمة الإشارة دينجر على بطاقات بيانات المبيدات التابعة لهذه الفئة متلازمة مع كلمة سام دينجر بويزر، تعتبر المبيدات الأولى من أخطر المبيدات لأنها الأكثر سمية. كمية تقدر ببضع قطرات إلى ملعقة شاي بنزيد من الفئة الأولى من المحتمل أن تسبب موت الإنسان إذا أخذت عن طريق الفم. لكن قديش قطرات؟ معلقة شاي حبايب أو أقل، معلقة شاي أو أقل من هذا المبيدات قاتلة للإنسان. هناك مبيدات أقل سمية من المبيدات مذكورة أعلى، ولكن يتم شملها الفئة الأولى، يعني هذه الفئة الأولى حكينا 50 ميلي جرام عن طريق الفم، 200 ميلي جرام عن طريق الجلد تقتل قاتلة، لكن في مبيدات قد تكون أكثر من هيك لكن تعتبر سامية، لذلك لأنه في لها أخطار سايد إفكتس، خطرة على العين، خطرة على الجلد أو خطرة معينة للبيئة، فهمت علي كيف؟ فإحنا بتكون خطورتها مش إن قاتلة للإنسان في 50 ميلي جرام أو 200 ميلي جرام، بتكون إلها أضرار جانبية في خطيرة على الجلد أو العين، فاهمين علي كيف؟ يعني نحكي خطورتها تكون موجهة في مكان معين، وهي دائما بكون عليها الجمجمة والعظمتين المتصلبتين، تعرف دينجر يكون رسمة الجمجمة رمز الموت، جمجمة وكروس بالعظمتين، هذا المبيد اللي بتشوف عليه رسمي هاي بكون هو من المبيدات الفئة الأولى اللي هي الكاتيجوري 1، وبكون عليه مبيد سهل. الآن نيجي على الفئة الثانية اللي هي أقل سمية، أقل سمية حكينا هناك من 0 ل 50 ميلي جرام لكل كيلوغرام اللي هي الجي فيتي الجرعة القاتلة النصفية. الآن هنا بين 50 و 500 ميلي جرام، بين 50 500 ميلي جرام، يعني 6 مع ملاعق شاي تقتل الإنسان. هناك حكينا ملعقة شاي من المبيد هذا أو أقل تقتل الإنسان، هنا أيضا عن طريق الفم، هنا من 6 من يعني أنا بحدد من ملعقة إلى 6 ملاعق شاي، خلينا من 50 إلى 500 ميلي جرام لكل كيلوغرام جرعة قاتلة نصفية عن طريق الجلد، وتكون 200 إلى 2000 عن طريق الجلد، 200 إلى 2000 ميلي جرام لكل كيلوغرام عن طريق الفم، 50 إلى 500 ميلي جرام. هاي مبيدات الفئة الثانية أو مبيدات التحذير، تظهر كلمة إشارة تحذير warning على إطار بيانات المبيدات التابعة للفئة الثانية، مشير إن هذا مبيد متوسط الضرر، متوسط الضرر. نيجي على الفئة الثالثة اللي هي مبيدات الفئة مكتوب فيها كوشن واحتراس، اللي فوق 2000 عن طريق الجلد وفوق 500 عن طريق الفم، أوكي؟ هذه حكينا من 0 ل 50، والثانية من 50 ل 500، هاي فوق 500 إذا كانت عن طريق الفم، حكينا من 0 ل 200 والأولى، والمئتين ل 2000 الثانية، وفوق 2000 هاي مبيدات الفئة الثالثة. تمتلك هذه المبيدات بالإشارة احتراز عبر طاقة بيانات المبيدات، تشير أن هذه المبيدات ضارة بشكل بسيط أو قليل، وقد يحدث موت الإنسان إذا تفتل كمية طريقة فم كبيرة أكثر من أنس واحد من المبيدات التابعة لهذه الفئة. وتظهر قوانين تشريعات هيئة حماية البيئة الأمريكية مجموعة رابعة من المبيدات تشمل مواد ذات جرعات قاتلة نسبية تقدر بأكثر من 500 ميلي جرام و 2000 ميلي جرام عن طريق الجلد. يجب تستخدم كلمة إشارة احتراس أو على العبوة ما لم يتم شملها مبيدات في الفئة الثالثة. أي سؤال عنا شباب حبايبي؟ محاضرتنا اليوم إن شاء الله مختصرة بسيطة كمقدمة،
لن نبدأ في كيفية تصنيف الفيديوهات المحاضرة القادمة إن شاء الله.